نبقى في أمريكا واللي تفاجأ فيها الناس فجأة بحساب وزارة الخارجية بيعلن أنه ولاية ترامب انتهت. ففجأة تغيرت بيانات السيرة الذاتية لترامب على الموقع وانكتب أنه ولاية ترامب انتهت في 11 يناير. ومو بس ترامب، فنائبه مايك بنس كمان تغيرت سيرته بنفس الطريقة. ومعروف طبعا أنه ترامب لسه ولايته ما خلصت وحتنتهي بتنصيب بايدن يوم 20 يناير. المعلومات هذه ما كملت دقائق إلا حذفت مباشرة من الموقع ويحال متصفحوها لصفحة ثانية بتقول إنه في خطأ تقني. وزارة الخارجية ما علقت بشكل رسمي أو اتطرقت للموضوع، لكن مسؤولين أكدوا إنه وزير الخارجية أمر بفتح تحقيق داخلي لتحديد هوية الفاعل. والمفاجأة كانت وفق المسؤولين هي نتائج التحقيقات الأولية واللي كشفت إنه موظف غاضب هو اللي وراء تغيير بيان سيرة ترامب على الموقع. ما عرفوا للآن مين هو أو غاضب من إيش، بس خلينا نقول إنه على الأغلب ما هو من أنصار ترامب.